أضاف الاتحاد الأوروبي إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد. واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد في اجتماع في بروكسل على هذا الإجراء الذي يعني تجميد أصول المدرجين. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات الاغتيال لمعارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.